يزخر التاريخ الكروي بوقائع وأحداث غريبة، لكن أن تسرق كأس العالم وأن يدخل كلب أعزكم الله تاريخ كرة القدم، فهذا ما سنحكيه اليوم. إلى بريطانيا والعام 1966، حين قرر الاتحاد البريطاني عرض كأس غورمييه المرصعة بالذهب في معرض الطوابع في لندن، كي يتسنى للزائر أن يشاهد الفخر الذي لاحقته أمم وأمم كروياً. لكن ما لم يكن بالحسبان حدث. في 20 مارس استيقظ العالم على عناوين عريضة أذهلت الشارع الرياضي: كأس العالم سرق. كان المعرض مغلقاً، ورجل نحيل الجسم أسود الشعر كان يحوم حول القاعة أثار ريبتي. قال حارس: بدأت رحلة البحث من رجالات الاتحاد، الشرطة، وحتى أثرياء القوم قاموا بعرض مكافآت لمن يجد السارق والمسروق. لكن رجلنا النحيل لم يتأخر كثيراً. في صبيحة اليوم التالي اتصال من رقم مجهول لرئيس الاتحاد جو ميرز: 15,000 جنيه استرليني وكأسكم لكم. حدد المكان والزمان، وألقت الشرطة القبض على رجل كان يراقب. لكن مفاجأة: لست السارق، لقد دفع لي مبلغاً كي ألعب دور الوسيط. السارق يتصل بصحيفة ذا تايمز الشهيرة ويبلغهم: حقيبة بنية في تشارينغ كروس وسط لندن عند النقطة الفلانية، الكأس بها. هرعوا إليها، ولكن خدعة جديدة. وهنا أراد التاريخ اسماً لتدوينه: ديفيد كوربيت، شاب بريطاني يبلغ 26 عاماً يجر كلبه بيكلز في أحد الأزقة. مرور عابر أراده ديفيد، لم يرده بيكلز. لقد تركني واتجه بعيداً، كان يشتم رائحة ما، نظرت إليه: كأس ذهبية. لم أكن أدرك في لحظتها أنها كأس العالم. لست كروياً، قال ديفيد. ولأن وراء كل رجل ناجح امرأة كما يقولون، أخذت زوجة ديفيد بيده إلى قسم الشرطة للتبليغ عما وجد، فانهالت عليه أقوال وأفعال الشكر. هو وكلبه الذي غدا بطلاً قومياً تم تكريمه بميدالية فضية ودعوته للتمثيل في أعظم ساحات الشاشة هوليوود.